ضيفتنا بدينر ان ذا سكاي النهارده هي خبيره الاتيكيت. خبيره؟ ده انت كده بتقدم احمد زويل، دي بتهجص علينا يا جدعان. امينه، كيف الجو؟ الجو جميل. الجو جميل، دي ضربة سجارة قبل ما تيجي. مدام أمينة، الاتيكات هو فن أكيد. فن أكيد، ده هاكس. هو ده علم، علم زي أي حاجة، ونفسي يحصل الموضوع ده لأن إحنا وصلنا لقلة الذوق. لا وفي قلة أدب، أنت لسه ما كملتيش الحلقة. طب فينا هيك لو سمحت تخبرينا شوي عن أصول وقواعد الأكل بالسفرة؟ احنا ما عندناش سفرة، احنا بناكل على الطبلية على طول. مش هبدأ اكل غير لما كل الناس تبدأ تاكل. طب افرضي جعان اعمل ايه؟ زي مثلا انا عندي طبق وفوقه طبق تاني وفي شوك وسكاكين كتير، الناس اول ما بتشوف المنظر ده بتتلبخ. انا عن نفسي بسرق الشوك دي وابيعها. والحركة بقى المصرية بتاعتنا اللي هو ايه، اللي هو السفرة محطوطة الراجل، الرجالة بالذات اللي هو يقعد يلقط بقى ورق. يا سيدي اقعد الاول. لقط ايه؟ ده انا بليط في كل الاطباق. حضرتك مرة قلت انه يلي بينتقدوك وبينتقدوا الفيديوز يلي الخاصة فيك ما بيهزولك شعرة. لا عمره ما هيهزولي شعرة لأن على راسي ده باروكة. ولكن إذا شي مرة دخلت على ابنك ولقيت وشفتيه عامل ودن قطة وعم يأكل الملوخية، كيف بتكون ردة فعلك؟ هعيش القطة على طول. لا بسيبه طالما في البيت. يعني هو ما يعني هو عارف ودن القطة، بس لما وريت له بطريقة تانية ابتدى شوي. اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ مناخير الكلب؟ يعني في اوقات اشخاص بيشيلوا هيك خبزة، قطعة خبزة مثل ما هي وبحطوها بالصحن. ده اقل حاجة. امال ايه اخبار الحمام وبالايد ونقطع وندخل في بقنا؟ امال انت عايزانا ناكل الحمام ازاي؟ ده انا بلبس مايو وانا باكل الحمام. ليش برايك هلا مدام امينه معظم الصبايا يعني حابين هيك يكون شكلهم كيرفي؟ منها لله جورجينا الله يحرقها.